بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم طلاب مادة التفاضل والتكامل 1 ومحاضرة جديدة في المادة. عنوان محاضرتنا اليوم Continuity، اللي هي يعني الاتصال. بدي أعرف بداية ماذا نعني باتصال function ما وليكن f عند عدد ما وليكن c. اقرأ التعريف وبعدين نعلق عليه ونعطي مجموعة من الأمثلة. A function f is said to be continuous at x equal c. نحكي عن الـ function f بأنه متصل عند العدد c provided the following conditions are satisfied. إذا تحققت الشروط الثلاث اللي أمامنا. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول، لازم يكون الـ function f اللي أنا ببحث في اتصاله عند c معرف عند C، يعني F C لازم تكون defined. الشرط الثاني إنه limit هذا الفانكشن عندما X goes to C exists، موجودة، يعني النهاية عند هذا العدد اللي ببحث في الاتصال عنده لازم تكون exists. والشرط الثالث إنه هذا الليمت يساوي هذه الصورة، limit f of x اللي هو حكينا عنه بيكون exist لازم يكون مساويا لصورة الفانكشن تحت c. هذه الشروط الثلاث هي اللي بتؤدي لاتصال f عند c. إذا فقدنا أحد هذه الشروط يصبح الفانكشن discontinuous at c. إذا عكس continuous discontinuous، وراح نشوف الآن مجموعة من الأمثلة من خلال الرسم. راح أبدأ بالرسمة اللي أمام اللي أنا بأشر عليها الآن، ولاحظوا هذا المنحنى اللي بالأزرق هو رسمة الفانكشن F، وأنا أخذت هون العدد 2 وهو يقع ضمن دومين F، وبدي أشوف هل الفانكشن متصل عند X equal هون C تساوي 2. هل الـ F متصل عند 2 ولا لا؟ بدنا نشيك على الشروط الثلاث اللي أمامنا. أول شرط، هل F لـ 2 معرف؟ تعال عند الـ 2 واطلع للأعلى، راح تلاقي إنه راح تقطع نقطة من المنحنى، وهذه النقطة هي عبارة عن 2 و 3، معناته صورة الـ 2 هي 3، وبالتالي F is defined at 2. الشرط الثاني، هل الليمت exists؟ هل ليمت الفانكشن exists؟ تعال نشوف، رح ناخذ الليمت من اليمين والليمت من اليسار، هاي أنا عندي 2. إذا اتجهت إلى الاثنين من اليمين، لاحظوا معي x تتجه إلى الاثنين من اليمين. وأنا في هذا المكان، هاي صورتي. الآن قاعد بتجه للاثنين، في هذا المكان تحديداً، لاحظوا اطلع. هاي الصورة قاعدة تقترب من الثلاث. لما أكاد أصل إلى الاثنين بتكون الصورة كادت أن تصل إلى الثلاث. فنهاية هذا الفانكشن لما نقترب من الاثنين من اليمين يساوي 3. تعال نشوف النهاية من اليسار، أيضا بلاحظ إنه النهاية من اليسار أيضا تساوي 3. فليمت الفانكشن f of x عندما x goes to 2 exists ويساوي 3. لاحظوا معي الآن الشرط الثالث بتحقق أيضا، لأنه احنا حكينا بالشرط الأول إنه f 2 3، والليمت للفانكشن f of x أيضا عندما x goes to 2 3، فالليمت يساوي الصورة. إذا الشروط الثلاث تتحقق وهذا الفانكشن بنحكي عنه continuous at 2. طيب في باقي الرسمات راح اخذ functions which are not continuous، واحنا بنحكي not continuous discontinuous. نشوف هذا الفانكشن على سبيل المثال، هي المنحنى، هي c. لاحظوا معي اذا بدي اشيك على اول شرط انه يكون f c defined، اطلع الان للاعلى راح الاقي في هول عند ال c، يعني ال c ما له صوره. تمام؟ ما له صوره تحت f. إذا من الشرط الأول بلاحظ إنه هذا الفانكشن
is not continuous at sea، لعدم وجود صورة للسي. لاحظوا معي شو كاتب أنا تحت الرسمة، كاتب إنه removable discontinuity at sea. شو يعني إنه إحنا بنحكي عند السي هو discontinuous، تمام، إذا في discontinuity at sea. بس هون كأنه بيحكي لي نوع هذا discontinuity removable. removable بالعربي يعني قابل للإزالة، ممكن أتغلب عليه. السبب ليش سميت عدم الاتصال removable؟ لأنه أنا بكل بساطة ممكن أرجع أخلي هذا الفانكشن متصلا عند السي إذا عبيت هذا الهول، يعني إذا عرفت صورة السي بشكل ما، تمام؟ إذا ممكن نتغلب على عدم الاتصال بإعادة تعريف صورة الفانكشن عند السي. نطلع على الرسمة الثالثة، أيضا هذا هو الفانكشن، هي سي. اطلع على صورة السي تشوف إنه معرف عنده ولا لا، راح تلاقي إنه معرف، معرف عند السي. هي في عندي، لاحظوا هون في دوت، إذا السي لها صورة. لكن الليمت للفانكشن عند السي يساوي عدد غير الصورة، يساوي هذا العدد المقابل لهذه النقطة، بده يكون في مكان ما هنا، بينما الصورة مختلفة. إذا الصورة موجودة والليمت اكزيست، لكن الشرط الثالث هو اللي صار فيه خلل، الليمت لا يساوي الصورة، فهذا كمان discontinuous at sea. برضه نوع الديسكونتينيوتي هو ريموفابل، لأنه أنا بإمكاني أتغلب على عدم الاتصال بإني أعيد تعريف الفانكشن عند السي بحيث يكون هذا العدد اللي هو مساويا للليمت. نيجي للرسم الرابع، لاحظوا هاي فانكشن عند السي. الآن لاحظوا معي هاي الصورة موجودة، إذا له صورة عند السي الفانكشن. لكن إذا باجي على الليمت من اليمين ومن اليسار، بلاحظ انه الليمت رايح الى ما لا نهايه، الى موجب ما لا نهايه تحديدا. الان لما الليمت لفانكشن ما عند عدد يذهب الى موجب او سالب ما لا نهايه من اليمين او من اليسار، على طول بنحكي انه الليمت does not exist. فهون هذا الشرط، او عفوا هذا الفانكشن ليس متصلا عند السي لاختلال الشرط الثاني من شروط الكونتينيوتي، ان يكون الليمت اكزيست. هون الليمت يساوي ما لا نهايه، اذا هو does not exist. لاحظوا الصوره اكزيست، موجود في صوره، يعني f of c is defined، لكن كونه الليمت does not exist اكيد هذا بيكون غير متصل. ولاحظوا شو سميت نوع عدم الاتصال عند السي، سميته infinite discontinuity at c. ليش infinite؟ دائما وابدا اذا كان عدم الاتصال ناتج عن كون الليمت للفانكشن عند العدد، عندما اكس تذهب الى العدد، يساوي موجب او سالب ما لا نهايه، بنسمي الديسكونتينيوتي ات سي انفينيت ديسكونتينيوتي. نيجي للرسم الاخيره، لاحظوا معي هذا هو الفانكشن، هذا الفانكشن لاحظوا انه بيس وايز ديفايند، في يعني تقطع. لاحظوا الآن عند السي، إذا بدي أبحث في اتصاله عند السي، هو الصورة موجودة، هيها موجودة، لكن لاحظوا الليمت من اليمين تساوي عدد ما، الليمت من اليسار تساوي عدد مختلف، وبالتالي الليمت does not exist، وبالتالي بنحكي إنه هذا الفانكشن is discontinuous at c. الآن نوع الديسكونتينيوتي سميته جامب. جامب يعني هي واضحة، إذا بدنا نشرحها من الرسمة، أنا بكون ماشي لما أجي أوصل عند السي بعمل قفزة وبكمل رسمتي. الجامب ديسكونتينيوتي دائما تتذكر شغلة واحدة، إنه بيحدث لما يكون الليمت من اليمين لا يساوي الليمت من اليسار، وهي هي الحالة في حالة هذه الرسمة. ننتقل لشريحة أخرى، لاحظ معي في الشريحة السابقة أنا عرفت الكونتينيويتي عند عدد. الآن متى نقول عن فانكشن بأنه كونتينيوس
على closed interval AB. في عندي ثلاث شروط يجب أن تتحقق حتى نحكي عن الفانكشن F إنه معرف على closed interval، وبدي أستعين بهذه الرسمة. لاحظوا، لنفرض هذا هو الفانكشن F، وأنا بدي آخذ closed interval سالب 3 ل 3. الآن متى بحكي عن هذا الفانكشن بأنه متصل على هذه الفترة، أو لماذا هو أصلاً متصل على هذه الفترة؟ أول شرط، يجب أن يكون الفانكشن متصل على الـ open interval AB، يعني أن يكون متصلاً عند كل عدد داخل هاي الـ open interval. يعني انسى السالب 3 وانسى الثلاث، انسى الـ A وانسى الـ B، الآن بيناتهم لازم يكون الفانكشن متصل عند جميع الأعداد. الآن الشرط الثاني، بدنا نشوف أطراف الفترة. نبدأ بالطرف A وليكن على سبيل المثال سالب 3. الآن عند السالب 3، لاحظوا على يسار السالب 3 الفانكشن أصلا غير معرف، فأنا ما ببحث في اتصال الفانكشن من اليسار عند السالب 3 وإنما من اليمين. فبنحكي إنه يجب أن يكون الفانكشن continuous from the right at A. واحد بيحكي لي انت ما حكيت لنا ايش يعني continuous من اليمين. هلا الفكره بكل بساطه، الفانكشن بيكون continuous عند عدد من اليمين اذا كان الليمت من اليمين x goes to a من اليمين هي اللي بتساوي الصفر. فهون بنشترط الاتصال من اليمين عند العدد a. العدد b اللي هو الطرف الثاني من الفتره هو على يمينه الفانكشن غير معرف، فبكتفي بالاتصال من اليسار عند العدد B. إذا تحققت هذه الشروط الثلاث، بنحكي عن الفانكشن بأنه متصل على كامل الفترة المغلقة AB. تعالوا الآن نشوف هذا المثال بالتفصيل. طبعا هو بيحكي لي What can you say about the continuity of the function f of x equal to root 9 minus x square. وهي طبعا هاي رسمة هذا الفانكشن، هي عبارة عن نصف دائرة، نصف دائرة مركزها نقطة الأصل 0 0 ونصف قطرها 3 وحدات. الآن بدنا نشوف هل هذا الفانكشن متصل على كامل الفترة اللي هي سالب 3 ولا لا. طبعا واحد بيحكي لي ليش سالب 3 هو مش ذاكر في السؤال سالب 3 حقيقة. أنا بتحدث عن دومينه. هلا هذا الفانكشن لو جينا سألنا شو دومين هذا الفانكشن، رح تحكي لي انه لازم التسعة ناقص اكس تربيع تكون اكبر او يساوي صفر. طيب شو بتكون الاكس في الحالة هاي؟ بتكون هي الانترفال سالب 3 فأنا فعليا ببحث في اتصاله على دومينه. نشوف الشروط الثلاث. أول شرط بقول لك لازم الاف تكون كونتينيوس بين السالب 3 يعني الفترة المفتوحة AB. الآن كيف بدي اثبت انه continuous على الاوبن انترفال؟ خذ اي عدد C داخل هاي الاوبن انترفال وشوف هل الليمت من اليمين يساوي الليمت من اليسار ويساوي الصورة ولا لا. هلا الليمت من اليمين او من اليسار راح يكون عبارة عن لما x goes to C هو ليمت هذا الفانكشن، ولاحظ عوض ال C الآن محل ال X راح يطلع عندي، او ممكن تعمل ما يلي بتقول انه الليمت يخترق الجذر فبصير جذر الليمت، وهاي الآن لما تعوضها بتطلع 9 ناقص سي تربيع تحت الجذر. وإذا بدي أصور السي بالفانكشن برضه بيطلع نفس المقدار، فالليمت يساوي الصورة. إذا داخل الانترفال في الأوبن انترفال سالب 3 الفانكشن كونتينوس عند جميع الأعداد. الآن نيجي من اليسار عند الثلاث ومن اليمين عند السالب 3. نبدا من اليسار عند الثلاث، بدي اخذ الليمت لما اكس جوز للثلاث من اليسار لهذا الفانكشن، عوض بالثلاث بعد ما تدخل الجذر او بمعنى اخر تدخل الليمت، فبصير جذر الليمت والاكس جوز للثلاث من اليسار، عوض الان الثلاث 9 ناقص 9 0 جذر الصفر 0. طب عوض بالثلاث نفسها برضه الجواب 0. خذ الليمت لما اكس جوز تسالب 3 من اليمين نفس الشيء، عوض راح يطلع صفر، وبرضه صورة السالب 3 في الفانكشن صفر. فتحققت الشروط الثلاث
الاتصال على الأوبن انترفال، الاتصال من اليمين عند السالب 3، والاتصال من اليسار عند الثلاث، فبيكون الـ F continuous على كامل الانترفال سالب 3 و3. ننتقل لشريحة أخرى. في هذه الشريحة أنا ببحث في تأثير جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة two functions على قابلية الاتصال، على اتصال هذه الفانكشنز الجديدة، طبعا بمعلومية انه f و g are continuous. الآن إذا f و g are continuous at c، النظرية بتحكي لي مجموعهم بيكون continuous at c، الفرق بينهم continuous at c، حاصل ضربهم continuous at c، والقسمة f على g بتكون continuous at c، بس بشرط انه صورة ال c لا تساوي صفر، لأنه لو كان جي سي يساوي صفر هون بصير عندي عدم اتصال عند السي، تمام؟ بصير عندي عدد على زيرو، هي غير معرف، وبالتالي بيكون عدم اتصال عند السي. ف اف على جي بتكون كونتينيوس عند عدد ما اذا كان هذا العدد ليس صفرا للمقام، اما اذا كان صفرا للمقام بيكون طبعا ديسكونتينيوس ات سي. الان يعني النظرية هاي واضحة، مش بحاجة لأمثلة. ممكن نستنتج ما يلي الآن من النظرية السابقة. البولينوميا، ما هي البولينوميا اللي هي عبارة عن مجموع حدود، كثير الحدود هو مجموع حدود كل واحد منها بيكون continuous، فإذا طبقت الخاصية A راح يطلع عندي أي بولينوميا continuous، أي بولينوميا شو ما كانت الديجري لها بتكون continuous everywhere عند كل الأعداد. وبالتالي limit أي polynomial عندما x goes to عدد ما a هو صورة تلك الـ. فإحنا ما بنتغلب أبدا في بحث الاتصال عند للpolynomial عند الأعداد. الليمت طبعا يساوي الصورة دائما، وبالتالي الاتصال موجود للpolynomial عند جميع الأعداد. ماذا عن الراشونال فانكشنز؟ الراشونال فانكشنز هي اللي بسطها بولينوميال ومقامها بولينوميال. ايضا الراشونال فانكشن بيكون كونتينيوس عند جميع الاعداد اللي ما بتخلي المقام الدينومينيتر اللي هو مقام الكسر زيرو. يعني اذا عندي عدد عوض، اذا عندي عدد ليس صفرا لمقام هذا الراشونال فانكشن، الفانكشن هذا بيكون كونتينيوس. اما اذا كان هذا العدد صفرا للمقام فبيكون ديسكونتينيوس، الفانكشن ديسكونتينيوس عند هذا العدد. اذا موضوع الراشونال فانكشنز مرتبط في المقام، الاعداد اللي بتكون اصفار للمقام بيكون غير متصل عندها، اما الاعداد التي ليست اصفارا للمقام متصل عندها. وهي مثال إذا بدي أبحث في اتصال الـ x تربيع ناقص 9 على x تربيع ناقص 5x زائد 6، بنظر إلى أصفار المقام. ما هي أصفار المقام؟ هي 2 و3. فبيكون عندي الـ function continuous عند جميع الأعداد باستثناء الـ x equal 2 والـ x equal 3. ننتقل إلى شريحة أخرى. أيضا في هذه الشريحة بدي أبحث في اتصال أحد أشهر الـ piecewise defined functions اللي هو الـ absolute value of x. أنا بدي أثبت إنه f of x equal absolute value of x is continuous everywhere. دائما هذا الـ function متصل. طبعا بما إنه piecewise defined إحنا بنثبت إنه الـ limit يساوي الصورة، والـ limit في مثل هاي النوعية من الـ function لازم نحسب الـ limit من اليمين والـ limit من اليسار. ونحسب الصورة. طبعا هون إذا واضح، إذا أنا أخذت أي عدد غير الزيرو، يعني إذا أخذت عدد موجب، ما هي القاعدة بتساوي X، وهاي بما أنها كثير حدود إذا هاي continuous. يعني إذا بدي أخذ X equal 3 4 5 فهذا متصل. خذ أي عدد سالب، سالب 4 سالب 5 سالب 6، أيضا القاعدة سالب X، فأيضا الاتصال يتوفر كثير حدود. متى بدنا نبحث
في اتصال عدد مشكوك انه ممكن يكون متصل عنده او لا، هو عبارة عن خلينا نحكي العدد الحدي اللي هو عند الزيرو تحديدا. تمام، لاحظوا انا عند الزيرو تبدأ عندي تختلف القاعدة، مرة بتكون اذا اكس اكبر من زيرو اكس، الان اقل من زيرو بتصير سالب اكس، وعند الزيرو تماما بتكون زيرو. الان عشان اشوف قابلية اتصاله عند الزيرو باخذ الليمت من اليمين، طبعا الليمت من اليمين تطلع زيرو، الليمت من اليسار برضه سالب الاكس بتفرقش تطلع عندي كمان زيرو، اذا الليمت من اليمين زيرو، الليمت من اليسار زيرو، والصورة ايضا زيرو، معناته الليمت يساوي الصورة، وبالتالي الفانكشن كونتينيوس، هذا ابسولوت فاليو اكس كونتينيوس everywhere. نيجي الآن لموضوع الـ continuity للـ compositions، تركيب اقترانين. الفكرة أنا عندي اقتران A واقتران G، ركبتهم عملت لهم composition وبدي أعمل تحديدا F بعد الـ G، يعني مين اللي بيشتغل أول؟ الـ G بتشتغل أول ومن ثم F. الآن بدي أسأل متى بيكون limit الـ composition، يعني limit F لـ G الـ X هو اف لا ليميت جي اكس. لازم اللي بيشتغل اول اللي هو جي اكس يكون الليمت له اكزيست ويساوي عدد ما ال. اذا بدي افترض انه هذا الفانكشن الداخلي اللي هو بيشتغل اول الليمت له يساوي عددا ما ال. الان النظريه بتحكي لي اذا الفانكشن اف الخارجي كونتينيوس عند هذه ال الليمت للداخل هو L، والفانكشن الخارجي اللي هو F continuous عند هذه ال L، عندها limit الكومبوزيشن F G لل X، طبعا عندما X goes to C بحكي انه الليمت يخترق ال F، يعني وكأنه بيدخل الليمت على ال G، فبتصير F لا limit G X لما X goes to C. طبعا هذا معروف اللي هو يساوي L، فكأني بحكي إن القيمة تساوي F في ال L. إذا متى الليمت يخترق ال composition لتو functions؟ إذا كان ال function الخارجي continuous. Otherwise إذا ما كان continuous هاي النظرية ليس بالضرورة إنها تكون صحيحة. طبعا رح نعطي أمثلة على هاي النظرية تحديدا لاحقا، لكن الآن رح ننتقل لشريحة أخرى. في هذه الشريحة راح أعطيكم تعريف لواحدة من النظريات المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالكونتينيوتي بالاتصال، اللي هي The Intermediate Value Theorem، نظرية القيم المتوسطة Intermediate Value Theorem، وأحياناً بيختصروها I، بأخذ أول ثلاث حروف I B T. بدي أقرأ نص النظرية وبعدين أعلق عليها وأشرحها من خلال الرسم. النظرية بتحكي لي إذا عندي function f continuous على closed interval AB، وهذا مثال زي ما أنتم شايفين، هي function، هذا الفانكشن اللي في الأزرق، لو أخذت A وأخذت B هذا الفانكشن ماله متصل على الفترة AB، ما في أي تقطعات، ودائما عند جميع الاعداد الصوره تساوي الليمت. الان بحكي لي اذا اخذت عدد k بين صوره ال a وصوره ال b، هلا هاي a شو صورتها؟ هاي صوره ال a، هاي f ال a. ال b اطلع شو صورتها؟ هاي صوره ال b، فهي f ال a و f ال b. الان خذ اي عدد، طبعا على محور الصادات راح يكون بين F الـ A و F الـ B سميه K. تمام؟ النظرية بتحكي لي then there is at least على الأقل one number X في الـ interval AB صورته تلك الـ K، يعني هي الـ function، هي الـ interval، هي صورة الـ A، صورة الـ B، أخذت عدد ما K بين الصورتين. النظرية بتحكي لي إنه هذا العدد يجب أن يكون صورة لعدد ما بين الـ A والـ B سماه X. لاحظوا بالرسمة هي الـ X،
يعني امشي انت بمحاذاة الكي لغاية لما توصل للمنحنى. الآن انزل بشكل عمودي، راح تلاقي حالك عند عدد اكس، هذا العدد يقع بين الاي والبي. قد يسأل سائل انه هذا الحكي مش دائما بتحقق، يعني اذا كان الفانكشن not continuous يبطل هذا الحكي يتحقق؟ بحكي نعم، ليس بالضرورة أن يكون هذا الحكي صحيح. يعني لو فرضنا أنه في انفصال عند هذه النقطة، لنفرض أنه كان في عدم اتصال عند هذه النقطة، الآن وأخذت الكي بهذا الشكل، لا لما تمشي بموازاة الكي بما أنه راح تلاقي عندك هون انفصال، ما راح تكون هذه الكي صورة لعدد ما بين الاي والبي، لكن الاتصال على كامل الفترة بيضمن لي تحقق نظرية الـ Intermediate Value Theorem. الآن نشوف شو ممكن نطبق على هذه النظرية، وأشهر تطبيق على الإطلاق للـ Intermediate Value Theorem هو الموجود في هذا المثال. Show that the equation x تكعيب ناقص x ناقص 1 يساوي 0، هاي المعادلة التكعيبية. Show that this equation has at least one solution in the interval 1, 2. اثبت انه هاي المعادلة التكعيبية لها على الأقل حل بين، يعني هذا الحل يقع بين الواحد والاثنين. ممكن يساوي واحد، ممكن يساوي اثنين، ممكن يكون بينهم. الآن هو ما بيطلب مني إيجاد هذا الحل، هو بيطلب مني إثبات وجود مثل هذا الحل دون الحاجة لإيجاده تحديدا. الآن لاحظوا هاي النوعية من المسائل اللي يعني بيطلب منها إثبات وجود solution لـ equation على فترة، هاي ممكن أنا أستخدم فيها دائما الـ intermediate value. ماذا أفعل؟ بأخذ الطرف الأيسر من المعادلة وبسميه P of X، فبصير عندي أنا polynomial. واحد بيقول لي طيب إذا كان الطرف الأيمن عدد أو إنه المعادلة متوزعة على الطرفين، لا بجمعهم على طرف واحد، الطرف الأيسر بخلي على الطرف الأيمن 0، واللي على الطرف الأيسر بسميه P of X. الآن هاي polynomial زيها زي الفانكشن F اللي موجود أو اللي منصوص عليه في النظرية. الآن لاحظوا بدي أشوف صورة أطراف الفترة، هو بعطيني الفترة واحد واثنين، صورة الواحد عوض واحد تكعيب ناقص واحد ناقص واحد تطلع سالب واحد، إذا هو أقل من صفر. عوض صورة الاثنين الآن راح يطلع عندك خمسة، والخمسة أكبر من صفر. إذا الصفر استطاع إني أحصره بين صورة الواحد وصورة الاثنين، يعني الصفر هون يا جماعة بيمثل في هاي الرسمة وكأنه كي. لاحظوا صورة الـ A هاي سالب واحد، يعني نفرض انه هون عندي سالب واحد وهون عندي انا اثنين، الصفر أليس بينهما؟ الصفر هو بين السالب واحد والاثنين، فالكي هون اللي في الحالة العامة تمثل في مثالنا الزيرو. النظرية بتحكي لي بكل وضوح بما انه الفانكشن هذا continuous، لأنه polynomial، البولينوميال continuous everywhere. إذا بقدر ألاقي عدد بين الـ A والـ B، بين الواحد والاثنين، صورته تساوي الزيرو. إذا by intermediate value theorem there is at least one number x في الـ interval 1 و 2 such that f of x يساوي زيرو، وهاي الـ x اللي أنا وجدتها هي عبارة عن حل لهذه المعادلة التكعيبية. بالمناسبة هاي رسمة الفانكشن، ولاحظوا إذا بدنا ناخذ الفترة من واحد لاثنين، هي الواحد لاحظ صورته سالب واحد، هي الاثنين صورته خمسة، ولاحظوا إنه بيقطع فعلا محور السينات بين الواحد والاثنين، ويعني عند العدد ممكن يعني مش واضح شو هو العدد، ممكن يكون مثلا واحد وربع تقريبا، فهاي راح تكون هي إكس اللي بنبحث عنها اللي تمثل سوليوشن لهذه المعادلة. ننتقل لشريحة أخرى. في هذه الشريحة بدي أحل حقيقة
يعني مجموعة من الأسئلة، أنا ما مش راح أحلها كاملة، أنا ما أعطيك إياها كتدريب أنت تحاول تحله في البيت، لكن ممكن أمر بشكل سريع على مجموعة من هذه الفانكشنز. لاحظوا في الأسئلة من 11 ل 22 بده قيم إكس اللي بتخلي الفانكشن كونتينيوس، يعني بيسألني بكل بساطة متى تكون هذه الفانكشن كونتينيوس؟ نبدأ ب 13، هذا متى بيكون كونتينيوس؟ هذا راشونال فانكشن. حكينا الراشونال فانكشن هو كونتينيوس افري وير عدا عند اصفار المقام، لكن المقام مجموع مربعين عمره ما بيكون صفر، هذا دائما اكبر او يساوي 4، فبصفي عندي ما في اصفار للمقام، اذا هو كونتينيوس افري وير عند جميع الاعداد الحقيقيه. بينما هون في 14 اختلف الوضع لما صارت الاشاره ناقص، لانه هون المقام له صفرين اللي هو الاثنين والسالب اثنين، فهذا الفانكشن كونتينيوس عند جميع الاعداد ما عدا عند اثنين وعند السالب اثنين. واحد ممكن يحكي لي دقيقه شوي، ما هي الاكس زائد اثنين ممكن تروح مع الاكس زائد اثنين. بقول له احنا ما بنتحدث عن ليميت فقط في الكونتينيوتي، لازم الصوره تكون موجوده، فانت الان صورة السالب 2 غير موجودة، فخلص إذا بيكون الفانكشن غير متصل عندك. فدائما عند البحث عن الاتصال وعدم الاتصال في حالة الراشونال فانكشن نبحث عن أصفار المقام أيا كان البسط طبعا، ونستثني هذه الأصفار. هون أنا عندي كمان هذا الفانكشن، في عندي هذا الجزء بيكون ديسكونتينوس عند الزيرو لأنه x يساوي زيرو صفرا للمقام، وهون طبعا واحد وسالب واحد ايضا بيكون الفانكشن غير متصل عندي. هون الفانكشن متصل افري وير لانه المقام لا يمكن يساوي صفر. ليش المقام لا يساوي صفر؟ لانه هون في قيمه مطلقه وهي دائما موجب. تمام؟ هذا طبعا الان حلو، هذا بيس وايز ديفاين فانكشن حتى اشوف انه متصل ولا غير متصل. اول ما بلفت الانتباه انه في عندي هون مقام اكس 7 زائد 16 اكس، فعلى طول بخطر ببالك انه عند الصفر هو غير متصل. هذا الحكي غير صحيح، لانه اصلا هاي القاعده هي معرفه فقط فوق الاربعه، يعني للاعداد اللي اكبر من اربعه الصفر يقع في هذه الفتره، فهذا متصل افري وير وهذا كمان متصل افري وير على فترته، اذا ما في مشاكل عند الزيرو. إذا وجد مشكلة في الاتصال فهي ممكن أن تكون عند الأربعة نفسها اللي هي عدد التحول. هون أنا بضطر أعمل ليميت من اليسار ليميت من اليمين عند الأربعة، يجب أن يكون التو ليميتس ار ايكوال ومساويات في الصورة حتى يكون في عندي اتصال. بتحط فيها هذا الفانكشن أيضا، هذا الصور ما في اي مشكله لانه هون الاكس ناقص واحد عندما اكس لا تساوي واحد، فما في مشكله لا بالصوره في هاي الحاله ولا طبعا في هاي الحاله. الان يبقى الليمت، هل الليمت عند اكس ايكوال 1 ماذا يساوي؟ راح نلاحظ انه الليمت دائما احنا في الليمت بنعوض القاعده اللي بيكون فيها عدم المساواه، فهون الليمت does not exist، يعني راح يساوي ما لا نهاية أو سالب ما لا نهاية، وبالتالي عندي هون discontinuity عند الوقت. في الأسئلة من 29 ل 30 بده قيمة K اللي بتخلي الفانكشن continuous everywhere. هاي النوعية من الأسئلة يعني يمكن كانت تمر معنا زيها في التوجيه، كان يعني يسألنا دائما شو قيمة الثابت G مثلا اللي بخلي الفانكشن discontinuous أو continuous عفوا عند هذه، فهو بيسألني نفس السؤال شو قيمة K اللي بتخلي هذا الفانكشن كونتينوس everywhere. لما نبدأ بهذا الفانكشن طبعا الآن داخل الفترات هذا بيس وايز ديفاين، على الفترة الأولى هاي بولونوميال فهو متصل everywhere، وتحت كمان بولونوميال متصل everywhere، إذا في عدم اتصال فهو ممكن يكون عند اثنين، فأنا عشان أضمن إنه يكون متصل everywhere بدي أضمن اتصاله عند اثنين. فبروح باخذ الصورة، صورة اثنين شو بتساوي؟ بطلع عندي كي اكس تربيع، يعني بطلع عندي 4 كي، وبتاخذ الليمت شو بيساوي؟ الليمت من اليمين يساوي الليمت من اليسار، فراح يكون عندي 4 كي
يساوي 4 زائد ك. الآن بتوجد قيم ك من هذه المعادلة وبتكون حليت السؤال. نفس الفكرة في هذا السؤال أيضا. في عندي من 35 ل 36 find the values of x at which f is not continuous. قيم x اللي بتخلي الفانكشن not continuous. وبيسألني شو نوع هذه الديسكونتينيوتي؟ هل هي ريموفبل؟ ولا جمب؟ ولا انفينيت؟ طبعا هو مش سألني هيك تحديدا، هو بده يعرف مين الريموفبل منهم، بس احنا ممكن نحل بشكل اوسع انه نعمل كلاسيفيكيشن للديسكونتينيوتي، يعني نصنفها. لاحظوا في هذا الفانكشن x تربيع زائد 3 x على x زائد 3. طبعا لاحظوا اذا باخذ عامل مشترك x بتصير x في x زائد 3 على x زائد 3. تمام؟ الآن متى يكون هذا الفانكشن discontinuous؟ عند السالب 3 صفر المقام. الآن شو نوع الديسكونتينيوتي؟ لاحظوا انه الليمت عند الثلاث موجود، لانه بقدر اختصر عندي، عفوا عند الاكس جوز تو سالب 3 موجود، لانه بقدر اختصر اكس زائد 3 مع اكس زائد 3، فالليمت اكزيست تمام وتساوي سالب 3، لكن الصورة هي اللي مش موجودة. الآن حكينا إذا الليمت اكزيست لكن الصورة غير موجودة، ممكن أنا أعيد تعريف هذا الفانكشن عند سالب 3 بحيث يساوي الليمت، وبالتالي هذا نوع الديسكونتينيوتي ريموفبل، هذا ريموفبل. هون طبعا بدك تكمل الآن في باقي الأمثلة بنفس الطريقة وتحاول تعمل كلاسيفيكيشن للديسكونتينيوتي في هذه الأمثلة جميعا. آخر سؤال 47، طبعا هو بيشبه السؤال اللي أخذناه في آخر شريحة على الانترميديت فاليو ثيرم، يعطيني كمان معادلة تكعيبية وبثبت أو بطلب إثبات إنه إلها at least one solution على الانترفال سالب 1 و1. لكن لاحظوا إنه الواحد هون على الطرف الأيمن، هذا مرفوض يكون على الطرف الأيمن، فأنا بجيب الواحد على الطرف الأيسر، بسمي الفانكشن f of x يساوي x تكعيب زائد x تربيع ناقص 2x ناقص 1. باخذ صورة السالب 1 وصورة الواحد، راح ألاحظ إنه واحدة منهم موجب وحدة سالبة. تمام؟ إذا باستخدام الانترميديت فاليو ثيرم بقدر ألاقي سوليوشن بهذه المعادلة على هذه الانترفال. يعطيكم ألف عافية، ونشوفكم إن شاء الله في محاضرة قادمة.